أخبار السادسة من تلفزيون الساحل، السلام عليكم، ونبدأ بالعناوين. المرشحان الرئيسيان سيدي محمد أبو بكر وبرام ولداه العبيدي يودعان ملفيهما لدى المجلس الدستوري. انتخاب مرشح موريتانيا الدكتور محمد والعمر مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو. ميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرتين يستعد لإطلاق مسيرة السادسة في نواكشوط. أهلا بكم إلى تفاصيل أخبار السادسة من تلفزيون الساحل. أودع المترشح للرئاسيات في موريتانيا سيد محمد أبو بكر ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري، ويعد الوزير الأول الأسبق هو ثاني مرشح يودع ملفه بعد المرشح محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني، ويحظى بدعم عدة أحزاب معارضة من أبرزها حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية التواصل الحاصل على زعامة مؤسسة المعارضة الديمقراطية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. لقد أودعت هذا الصباح ملف ترشحي للانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسلمت بذلك رسميا وصلا من المجلس الدستوري. من جهته أودع المترشح لرئاسيات في موريتانيا برام ولداه العبيد صباح اليوم ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري ليكون ثالث مرشح يودع ملفه حتى الآن. وأعلن الحقوقي برام ولداه ترشحه للرئاسيات عن حزب الصواب الذي دخل من خلاله البرلمان الموريتاني في الانتخابات الأخيرة. هذه اللحظة تمثل ارتباط التقاء عرق التضحيات ودم التضحيات وحزن التضحيات منذ سنوات بالولوج شور تجسيد التضحيات منفعة ملموسة تعم الناس اللي ضحات والناس اللي قاومت تضحيتنا وقاومت نضالنا وقاومت أفكارنا وقاومت طموحنا الموريتان لجميع الموريتانيين من أجل رفع المظالم، من أجل بسط الحرية، من أجل بسط الرفاه، من أجل تجسيد الأخوة الحقيقية. عقد وزير الدفاع السابق المرشح الرئاسي محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني لقاء مع العاملين بقطاع الصحة وممثلين عن نقابات الصحة بقصر المؤتمرات بالعاصمة نواكشوط. ويأتي هذا اللقاء بالتزامن مع حراك للأطباء بموريتانيا وتلويحهم بإضراب جديد، كما يأتي لتقديم الأطباء رؤيتهم لإصلاح القطاع. طلعت على ذيك الوثيقة الكبيرة الهامة جدا اللي تسميتوها منتدى النخبة، وخصصت من هذاك اللي يعني الصحة القطاع الصحة، تصفحتها وقريتها أكثر من مرة واطلعت على محتواها، ومأكد لكم على أنه متوافق معاكم على أنه ظاهر على أنه نتاج عمل جدي وجاد، وأنه طموحين ويبغوا بلدهم ويختاروا ذا القطاع ينهضوا به. أنا مستعد أن أخذ معاكم. في ذات السياق، أعلنت حركة بداية دعمها لمرشح الرئاسيات محمد الشيخ محمد أحمد الغزواني في الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف شهر يونيو القادم. جاء ذلك في مهرجان شعبي في ساحة ابن عباس بالعاصمة نواكشوط. هذا المهرجان بشائر النجاح، مهرجان حركة بداية اللي عالنا فيه اليوم انضمامها للمترشح السيد محمد والشيخ والحمد أحمد والقزواني. نعرف عني قاعد اليوم حملت حركة بداية مسؤولية مشينا، ونعرف عني جبتهم الساحة فيها تحدي يا قير، راهو اليوم اثبت لي الموريتان عن هاي الساحة قلت تحداها بداية، والعزيمة والإصرار طريق للنجاح.
ولا نبقي نطول عليكم، نختار نوصيهم على مسألة، نختار الناس كاملة تحاول عنها تشارك وتسجل في اللوائح الانتخابية. فازت موريتانيا بمنصب الأمين العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو، وهو أول مؤتمر تعقده المنظمة في موريتانيا. وتم اختيار الدكتور محمد ولعمر لهذا المنصب بعد منافسة مرشحين من تونس وسلطنة عمان والسعودية ومرشحين آخرين انسحب أغلبهم من السباق. جاء ذلك خلال أشغال المؤتمر العام السابع الاستثنائي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو الذي انطلقت أشغاله اليوم بنواكشوط. إن هذا الدور البارز والإسهام الجلي لبلادنا عبر القرون في المسيرة العلمية والثقافية والحضارية للأمة العربية يؤهل بلدنا اليوم لأن يلعب دوراً محورياً في هذه المنظمة العربية ذات الدور الأساسي في بناء الإنسان العربي المتطلع لغد أفضل مع تمسكه واعتزازه بماضيه المجيد. انطلقت قبل قليل بالعاصمة نواكشوط المسيرة السادسة لميثاق الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للحرتين، وكان الميثاق قد دعا في وقت سابق إلى تخصيص 29 أبريل من كل عام يوما وطنيا للتصدي للاسترقاق والتحرك ضد كل أشكال العبودية بموريتانيا. وسنعود لهذا الخبر بمزيد من التفاصيل في مواعيدنا الإخبارية القادمة بحول الله. نظم عمال قطاع الصحة وقفة احتجاجية للمطالبة بتطبيق بنود البروتوكول الذي وقعوه مع الوزارة في 13 مارس والقاضي بزيادة الرواتب ومنح قطع أرضية للعمال، وهدد المحتجون باللجوء إلى إضراب عام في الأيام القادمة في حال لم يدخل الاتفاق التنفيذ. كنا موقعين معها بروتوكول من شهر 9، احنا في المفاوضات وقعنا معه بروتوكول ولا وفات به، كان شرط نهاية يناير دخلنا الرواتب وطبق بروتوكول ولا عدرت من ذا الشيء، منهم قالت لنا بري وعقبت ما عدرت. عندنا زيادة الرواتب 100% وتعديل نظام الاسلاك وتقسيم القطع الارضية وزيادة علاوة المداومة وتعميمها. انت مراك في الوقفات مستمرة ولين ما يتحقق ان الدوله شيء والله ما يتفاوضوا معنا والله ما يعيطونا لين ندخل في ضراب عام. قرر مناديب الشركه الوطنيه للصناعه والمنادم سنيم التوقف عن العمل لمده 24 ساعه بدءا من منتصف ليل الاربعاء تمهيدا للتوقف النهائي اذا لم يتم التعاطي مع مطالبهم. واختار المناديب خلال مهرجان نظموه مساء الاحد التوقف الشامل عن العمل بدءا من منتصف فاتح مايو الموافق لعيد العمال في جميع المنشات من امهدات الى لبير ولمده 24 ساعه. واكدت بعض المصادر ان مناديب العمال قرروا تاخير طرح الاشعار بالاضراب الجزئي الذي كان مقررا اليوم الاثنين الى يوم الخميس 2 مايو. نتابع فيما يلي توضيحات الصحفي سيد احمد والبوبكر سيره مدير موقع الزويرات ميدا من مدينه الزويرات. الاجواء الان في مدينه الزويرات هي أجواء تحضيرية لمسيرة سينظمها عمال سنين احتفاء بفاتح مايو بعد القرار الذي أعلن عنه منادبهم المتعلق بالتوقف عن العمل ابتداء من الساعة 0 من فاتح مايو واليوم الكامل، وتعهدهم بوضع إخطار بإضراب عن العمل يوم 2 من نفس الشهر. هذه الخطوات إذن وإن كانت لا تزال تقتصر على التوقف عن العمل خلال أوقات خاصة براحة العمال كيوم 1 مايو، إلا أن توقف العمال عن العمل خلال هذا اليوم سيكلف الشركة المنجمية التي تعاني أصلا من صعوبات كبيرة خسارة معتبرة نظرا لالتزاماتها للزبناء. السلطات الإدارية بدورها تريد أن تكون خارج دائرة الصراع بين هذين الطرفين بين شركة سنيم وعمالها في وقت ينصب معظم اهتمامها على السبل الكفيلة بالمحافظة على الأمن في المدينة. إذن
الحراك العمالي لا يزال في بدايته، غير أن كل القرائن والدلائل تشير إلى أنه يخطو خطوات جدية إلى إضراب عن العمل في حال لم يتوصل إلى حل ينهي الأزمة. اتفقت شركة تاجيات موريتانيا المحدودة مع مناديب العمال على دفع مكافأة للفصل الأول من 2019 رغم خسائر 2018 التي لن تكون رسمية إلا عندما تصبح الحسابات المدققة خلال هذا الفصل الثاني متوفرة وفق بيان للشركة. وقالت الشركة إنها عقدت عدة اجتماعات مع مناديب العمال توجت باتفاق يقضي بدفع مكافأة على أساس نتائج الإنتاج والسلامة وتسيير التكاليف للفصل الأول من 2019. نشرتنا متواصلة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. الاتحاد الإفريقي يختار الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن واللبات مبعوثا إلى السودان واتفاق بين المجلس العسكري والمحتجين. على قناة الساحل مواعيد إخبارية جديدة وبرامج إضافية. أهلا بكم من جديد. انطلقت بنواكشوط أنشطة وبرنامج التسيير المندمج للنظم البيئية من أجل تنمية بشرية مستدامة في موريتانيا. المنظمة من طرف وزارة البيئة والتنمية المستدامة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة الفاو وبتمويل من الصندوق العالمي للبيئة. وترمي هذه الورشة إلى تقاسم الأفكار بين مختلف الفاعلين حول إطار تدخل هذا المشروع الذي يهدف إلى تحقيق تنمية بشرية مستدامة من خلال إعادة تأهيل الخدمات الإيكولوجية واتباع مقاربة في التسيير المندمج للنظم البيئية على مستوى 3 مناظر في الجنوب الموريتاني. هاي الورشة ورشة عمل لانطلاق الانشطة للمشروع النموذجي للتسيير المندمج للنظم البيئية من أجل التنمية المستدامة تنمية بشرية مستدامة في موريتانيا، وتم تمويل من طرف الصندوق العالمي للبيئة والمنظمة العالمية للزراعة وطبيعة الحال الحكومة الموريتانية. ويتدخل 3 مناطق مهمة هي العاطف، هي مثلث الأمل، ومسار السور الأخضر الكبير خاصة في ولاية البراكن. ينظر بعض المتابعين لملف حرية الصحافة في موريتانيا إلى أن التراجع الذي سجله ترتيب منظمة مراسلون بلا حدود لحرية الصحافة في موريتانيا لم يكن بسبب اعتقالات أو مضايقة لأي مؤسسة إعلامية، بل كان بسبب القانون الذي أصدرته السلطات الموريتانية مؤخرا والذي يجرم الإساءة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. محمد أعمر بلول. أيام قبل العيد الدولي للصحافة، فكيف حال الصحافة الموريتانية؟ سؤال أجابت عنه مراسلون بلا حدود
التي أعلنت أن موريتانيا تراجعت عشرات الخطوات في حرية الصحافة العالمية وخسرت مركزها الأول عربيا الذي حافظت عليه منذ سنوات عدة. فما السر وراء ذلك؟ هناك قانون جديد، قانون يقر تجريم الإساءة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام والتجني على المقدسات، وهذا بمنطق الغربي وبمنطق تقييم الغربي يعتبر تراجعا في مجال حقوق الإنسان. منذ تحرير الفضاء السمعي البصري تنفس الجميع أكسجين الكلمة الحرة لفظا وكتابة، وحصدت البلاد ثمرة ذلك بقنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية توجت الجهود المبذولة في حرية التعبير، إلى أن البعض بات يشكك في المناخ العام للصحافة. يوميا نسجل حالات اعتداء على صحفيين في مظاهرات، في أنشطة، اعتقال، سحب للكاميرات، غيرها من الإجراءات التعسفية، ولا يتم ترتيب شيء عليها. أيضا لدينا صحفيون الآن متابعون وممنوعون من السفر بتهم أعتقد أنها تهم غير جدية. وبين حديث موريتانيا عن حرصها على ضمان حرية التعبير للأفراد ودق مراسلون بلا حدود ناقوس تراجع حرية التعبير، يبقى الإعلام الموريتاني يعيش واقعا مذبذبا حسب الصحفيين أنفسهم، فهم يطالبون بالحقوق في أولها عقود عمل في المؤسسات الإعلامية، وهو ما دفع البعض إلى الاحتجاج على استثناء الصحافة من الاكتتاب الوظيفي المرتقب. فهل يحمل عيد الصحافة هذه السنة أملا لشفاء ألم الصحافة؟ اختار الاتحاد الأفريقي الدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن واللبات ليكون مبعوثه للأزمة التي تضرب السودان منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير. اتفقت قوى الحرية والتغيير في السودان مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم على تشكيل مجلس سيادة مشترك. عبد الله النهي. الاتحاد الأفريقي يدفع بالدبلوماسي الموريتاني محمد الحسن واللبات لحل الملف السوداني، وقد أسند إليه مهمة تقديم مساهمة إفريقية في الجهود التي تقوم بها الأطراف في الأزمة السودانية من أجل وضع أسس مرحلة انتقالية ديمقراطية عاجلة تنتهي بالعودة إلى النظام الديمقراطي والحكم المدني في السودان الذي يعيش حالة من الشد والجذب منذ إطاحة الجيش برئيس عمر حسن البشير في 11 إبريل الجاري. وهدد الاتحاد الإفريقي في وقت سابق بتعليق عضوية السودان إذا لم يسلم المجلس العسكري الانتقالي السلطة للمدنيين ضمن مهلة 15 يوما، فيما عقد الشركاء الإقليميون للسودان قمة تشاورية في القاهرة الأسبوع الماضي أقروا خلالها منح السلطات السودانية الممثلة في المجلس العسكري مهلة 3 أشهر للانتقال السلمي للسلطة. وشدد البيان الختامي للقمة على وجود حاجة عاجلة لقيام السلطات والقوى السياسية السودانية بالعمل معا بحسن نية لمعالجة الأوضاع الحالية في السودان وسرعة استعادة النظام الدستوري. في هذه الأثناء توصل المجلس العسكري الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات الشعبية إلى اتفاق يتم بمقتضاه تشكيل مجلس حاكم مشترك يضم مدنيين وعسكريين، وهو ما يرى مراقبون أنه قد يكون نواة لحل الأزمة التي أعقبت الإطاحة بالرئيس عمر حسن البشير. إلى الخبر الأخير، حيث قال الرئيس الإيفواري الحسن وترى إن بلاده ستزيد عدد قواتها الموجودة في مالي المجاورة ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام إلى 800 جندي، مما يجعل بلاده واحدة من أكبر المشاركين في البعثة، وستنضم الكتيبة المؤلفة من 650 جنديا إلى 150 من ساحل العاج موجودين بالفعل في مالي، لتكون كوديفار واحدة من أكبر الدول تمثيلا في هذه البحث الأممية، وتضم مجموعة دول الساحل 5 كل من موريتانيا ومالي والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد، وشكلت قوة عسكرية مشتركة تخوض الحرب ضد الجماعات المسلحة إلى جانب قوات أممية أغلبها جنود أفارقة. أخبار السادسة وصلت نهايتها، وكنتم قد تابعتم فيها المرشحان الرئيسيان سيد محمد البوبكر وبرام ولداه والعبيدي يودعان ملفيهما لدى المجلس الدستوري.
انتخاب مرشح موريتانيا الدكتور محمد ولعمر مديرا عاما للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الإليسكو. تابعتم أيضا ميثاق الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية للحرفين يستعد لإطلاق مسيرة السادسة في نواكشوط. أشكركم على حسن المتابعة. إلى اللقاء بحضراتكم.